طيب استاذ عماد، سؤال من زميلنا الاستاذ محمود شومان. هي ملاحظه عامه في الاول، ان معظم حديث الساده الضيوف في نوع من التضخيم في قدرات حزب الله. هو بيتكلم، طيب ما فائده او قيمه هذه القدرات؟ واحنا شفنا الاحداث الاخيره كلها من بدايه 7 اكتوبر للنهارده، ردت فعل حزب الله ردت فعل ضعيفه مقارنه بما يتم الحديث عنه من قدرات، وبالتالي كيف يتم التعويل عليه؟ ده غير انه هو ردود فعله كلها مش مرتبطه بالصراع الفلسطيني في الاصل. تمام. يعني بمناسبة السؤال ده، أنا عايز أتفق مع المعنى الجوهري اللي قاله أحمد ناجي فيما يتعلق بالمصالح القومية ومحاولة دول التجارة بالقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية يتم التجارة بها من سنة 48، وللأسف الشديد المحصلة العامة أن الدول العربية لم تستطع في النهاية أن تواجه المشروع الإسرائيلي. المشروع الإسرائيلي نشأ، وزي ما تفضل سيادة السفير وشرح، ونقطة مهمة جدا أتمنى أنه في المستقبل يكون فيه اهتمام أكبر بالدراسات الإسرائيلية في مصر، لأن احنا الاهتمام بها قبل 7 اكتوبر كان ضعيف. حزب الله لابد ان احنا نرصد ظهوره، كيف ظهر وكيف نشأ حزب الله. حزب الله لم يكن موجودا لحد سنة تقريبا منتصف الثمانينات. اسرائيل احتلت، عملت اجتياح لجنوب لبنان سنة 78، طلعت شوية ثم عملت اجتياح اكبر سنة 82، احتلت. هو حضر في يعني 89 بعد اتفاق الطائف، وبعد يعني خروج معظم الميليشيات ونزع سلاح الميليشيات كلها، بعد كان في طائفه اسمها صبح الطفيلي، وفضل السلاح مع حزب الله، يعني بتركيبه ما بعد الحرب الاهليه. اللي حزب الله هو الحزب اللي عمل كفاح مسلح ضد اسرائيل، وسنه 2000 تمكن من اسرائيل، خرجت من جنوب لبنان. كان الطبيعي انه حزب الله يفك سلاحه عشان خلاص المهمه الاساسيه انتهت. لم يحدث للاسف، ومن سوء الحظ ان تحول هذا السلاح الى اداه في السياسه الداخليه اللبنانيه. يعني بدا من ان يكون اداه فقط لتحرير الجنوب اللبناني من اسرائيل، وهو الهدف اللي تم سنه 2000، استمر حزب الله محتفظ بسلاحه، وهذا السلاح اثر في المعادله السياسيه اللبنانيه. وبعد ذلك صار واضحا انه ليس يتحدث في الدوله اللبنانيه، هو يعني يتماهى في علاقته مع الدوله الايرانيه، مستغلا التعاطف الشعبي العربي الطبيعي مع مواجهة إسرائيل. لكن من يتابع الأخبار الساحة اللبنانية، غالبية القوى السياسية اللبنانية خصوصا السنة المارون كلهم ضد هذا الأمر، إن هم بيقولوا إن هذا السلاح صار دولة داخل الدولة، ولا تستطيع الدولة اللبنانية أن تفرض أي سياسة بدون يعني في ظل وجود سلاح حزب الله. وبالتالي المعادلة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، ما تم من الفاعلين دون الدول، ما نجحت فيه ايران للاسف الشديد، ان هي عندها الحشد الشعبي في العراق، عندها حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، زينبيون وفاطميون في سوريا، فبقوا فاعلين يعني هم الاكثر تاثيرا في هذه الدول. فخلاص هو الذي يتفاوض في لبنان عمليا، الذي في فتره من فترات مصر في الستينات كانت تؤثر في اختيار الرئيس اللبناني، ثم في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت المملكه العربيه السعوديه، الان اللاعب الرئيسي هو ايران. هذه قضية مش حزب الله بس، عليك لاعب رئيسي فين؟ نعم؟ لاعب رئيسي فين؟ في لبنان، على الساحة اللبنانية طبعا. في مسألة يعني عندنا شعور رئاسي يعني حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد رئيس في لبنان. لا لا لا، هي تقدر تقول ان هي عامل ضغط، يمتلك اوراق تفجير من الداخل بالضبط، لكن اللاعبين الرئيسيين هم اللي منعوا لبنان من ان هو ينفجر داخليا حتى هذه اللحظه، وفي بدايتها مصر على فكره. انا متفق، انا بتكلم على التاثيرات النهائيه يا استاذ احمد، اللي هو كيف وصلت ان يبقى عندي 4 دول عربيه مهمه صار القرار فيها غير عربي. طبعا دي نقطه خطيره جدا، واحنا للاسف الشديد البعض بيتكلم، احنا بنتكلم تعبير الفاعلين من غير الدول، بدا يتكرر دلوقتي. زمان لحد 2003 كان بلاك ووتر لو نتذكر في العراق، امريكا عملت بلاك ووتر في العراق عشان الجنود الامريكيين الرسميين ما يموتوش، وتدي ناس فلوس عشان، ثم فجنر الروسيه وبقى هذا الامر متوسع بشكل كبير جدا. وحضر الموضوع ده على فكره في 7 اكتوبر للكاليوم، و
في بدايات الاولى للعمليات ما بين وتحاول في ليبيا وموجود في النيجر ومالي وحاجات كتيره جدا. والناس بعض الخبراء بيتكلموا ان هو هيبقى جزء اساسي للاسف الشديد في يعني بدل ما الدول تحارب مباشره بتشتغل عبر الفعاليات الشركات الخاصه والشركات الخاصه.